مشاهدينا الكرام، معنا اليوم الأستاذ الممثل المسرحي هاشم السيد، نقيب نقابة المهن التمثيلية في عدن ومدير إدارة الثقافة في المعلى. أهلا ومرحبا بك أستاذ الكريم. أهلا أستاذ. بداية نتحدث عن بدايتك الفنية وشعورك وأنت تقف لأول مرة على خشبة المسرح. يمكن هذه كانت متى 73 74، كنت كومبارس عسكري مع جميل محفوظ في المسرحية، والحمد لله يعني بدأنا من تحت ومشينا مشينا مشينا وتعلمنا من أساتذة حقيقيين في فن التمثيل في فرقنا المسرحية المتواضعة حتى وصلنا إلى المسرح الوطني ووصلنا إلى ما وصلنا إليه الحمد لله. كيف كان إحساسك بداية وأنت تعتري خشبة المسرح وترى الجمهور، يعني مئات الأشخاص يشاهدونك مباشرة؟ في ذاك السن كنت أنا يعني 17 سنة 16. هل كان يحركك الاندفاع وال هو الشباب فقط؟ يعني دخلت فرقة الرقص وبعدين تحولت إلى فرقة حتى وجدت نفسي في مسرح الآمال سابقا، المسرح الطبيعي الآن، واشتغلنا معهم الحمد لله، مشينا معهم وهوينا المسرح. يعني إنه فن التمثيل فن غير عادي، وإن مارسته بجدية ومارسته بحب يعطيك تحس نفسك تتنوع كشخصية ونفسيا، تتنوع في كل الحالات، تستطيع أن تخرج من أزمات الزعل والتعب والغضب إلى الفرح ببساطة. هذا يمكن اللي تعلمناه وانعكس على حياتنا العادية، يعني فأصبح هذه التمارين عادية يعني. يعطيك ريلاكس والتحكم بالشخصية، فكيف تتقمص هذه الشخصية في حركته في كلامه في طريقة نطقه، وتتخيل هذه الشخصية قد تكون من العدم. فالتمثيل فن جميل وتستعمل، شوفي عندنا يمثلوا حتى الأطفال في ألعاب تمثيلية، فتلاقيها اللي يلعبوا البيت أنا ما كنت وأنت بنتي وأنت، فالتمثيل شيء فطري. أستاذ هاشم، مثلت في العديد من المسرحيات، من مسرحية الفراشة ومسرحية جبارة والعاشرة ليلا ويموتون غرباء، السندباد البحري، أبو الهول الحي، قلادة الثورة، العديد من المسرحيات، يمكن أنا لما جيت أقرأها تجاوزت تقريبا 30 مسرحية. اليوم يعني عندما تنظر لكل هذه الأعمال المسرحية، ماذا تشعر حيال وضع المسرح اليوم في عدن؟ المسرح طبعا مأساة داخل عدن، لأنه ما فيش من مؤسسة دولة تحتضنه. عانى من زمان يعني من قبل التشطير يعاني المسرح، ورغم أنه كنا نلاقي فرص هذه الأيام، لكن الآن يعني ضاع المسرح، في مواهب في فرق في شباب يحاولوا أن يوجدوا المسرح. المسرح شباب، حيث ما وجد الشباب يوجد المسرح، فالشباب الآن يعني صراحة طموحين. يعني قدمت مسرحية الآن. هل ترى بأن هناك مساعي من سواء من الشباب أم من الجيل الماضي، يعني من جيلكم، بإعادة المسرح من جديد وإعادة روعة المسرح وما كانت المسرح في عدن؟ في تقديم مسرحية، أنا ممكن أرجع عودة المسرح، لكن تقديم مسرحي من عام دون خشبة مسرح؟ المسرح برمجة تخطيط، في مؤسسة عامة اسمها مؤسسة المسرح والسينما، مؤسسة كاملة في معيش إدارة المسرح داخل الثقافة. صحيح، لكن أيها، ليس لها دور ملموس داخل عدن. ما فيش دور ملموس ولا في الجمهورية اليمنية بشكل عام. ما فيش حتى في الجمهورية اليمنية على مستوى الوزارة. المسرح عبارة عن شكل، الثقافة بشكل كلها بشكل عام هي عبارة عن شكل. مشان نقول نحن والله دولة متقدمة، معانا مسرح، معانا موسيقى، معانا فراق، معانا كمان مغنيين عازفين. صحيح، لكن في الحقيقة والعمل السنوي والبرمجة والشغل مش كله. انتقالا إلى الأعمال التلفزيونية الدرامية والتي مثلت فيها العديد من المسلسلات، كان آخرها أبواب مغلقة، أين ترى الأجمل؟ يعني هل التجربة المسرحية كانت أفضل من التجربة التلفزيونية أم لا؟ أعتقد أنه فنون المسرح، التلفزيون، الإذاعة، السينما، كل فن له خصائصه وله عالمه، بس يظل المسرح هو الأب، هو الشكل الجميل الذي تلقى جائزتك في لحظتها. إن أسأت أو أحسنت فالجمهور أمامك وأنت أمامهم. من المسلسلات التي مثلتها أستاذي شر البلية وكيني ميني وموال الصمت، الإعصار، الدرس الصعب، المدن اليمنية وأصداف والوجه الآخر، وهناك كذلك العديد من المسلسلات. أي من هذه المسلسلات أعجبتك أو الشخصية التي تقمصها هاشم السيد؟
يمكن كل انا ما عنديش مسلسل معين، انا كل شخصيه ابدا فيها قوه واتعب واقدمها لان انا ابحث عن رضا الناس وما يحبوا الناس وما ترضيني انا الشخصيه كممثل. فلما اقدمها الاقي استحسان، الاقي ناقد، الاقي الاقي الاقي. بس بالاخير انا الحمد لله الى الان كان في المسرح كان في التلفزيون مقدم شخصيات. الشخصيه اللي تهواها، هل شخصيه شريره ولا شخصية طيبة؟ أنا طيب في طبيعي. لكن أحيانا أغلب الممثلين يعني هناك الكثير منهم التمثيل يحبون أن يمثلوا عكس شخصيتهم. هو أنا أمثل الشخصية مش الشخصية تمثلنا، فأنا لما بمثل الشخصية حتى وإن كان طيب هذا مثل محمد المليجي قمة من القمم العربية، كان أطيب رجل هكذا يقال عنه، بس كان يمثل دور الشخصية. يعني أنت تحب، يعني هل هناك الآن في شخصية معينة أن تتوق إلى أن تمثلها ولم تؤديها بعد؟ أو دور طبعا. دور شخصية معينة؟ شخصيات كثيرة أتمنى أمثلها. مثل إيش؟ مثل بايع متجول، مثل رجل وصل إلى كل شيء في الدنيا هذه وفاقد السعادة وفاقد في أدوار كثيرة. عاد احنا ما وصلنا عشان لأنه ما في استمرارية عندنا. احنا الى الان ما زلنا نقدم مسرح شكلي، نقدم مسلسلات شكليه، وان كانت الان بدات تخطو خطاء جميله وتدخل على الناس في بيوتها في مشاكلها. ان شاء الله الاستمراريه فقط. ولا الدراما اليمنية، يعني تشعر الان الدراما اليمنيه اصبحت بدات تحاكي الواقع بشكل نعم كبير؟ نعم، انا اجزم على هذا لانه حديث الناس، حديث الناس، الاخذ والرد، المناقشه، السؤال والجواب من مواطنين بسطاء، ناس بسطاء، عجيز، شيوبة، شباب، أطفال، فهو يتابع. خاصة أن المشاهد اليمني يفضل أن يشاهد البرامج أو الدراما اليمنية أكثر من غيرها من الدراما. أنا لاحظت هذا أنه في تعصب، في عنصرية، الناس يستحقها، ولكن الإنتاج، الإنتاج هنا ضعيف. الإنتاج يكون ضعيف. أيوة، لأنه في عندنا قضايا، الناس خلاص ملت من مسلسلات برا. يعني أنت ترى أن هناك مستقبل للإنتاج الدرامي أو الدراما داخل اليمن إذا كان هناك إنتاج قوي؟ الأرضية موجودة، الأرضية موجودة، الفنان موجود، ولكن الإنتاج يظل هو العصب أو وصلت الهمزة اللي بيننا وبين الجمهور. فقليل من الإنتاج تظهر أعمال. نحن نظهر بأعمالنا بس وإن كانت أعمالنا إنتاجها خفيف، لكن بالأخير هي تقدم وتحاكي الواقع. كنا اول شطحات معنا نروح لشكسبير ونروح له. الان الحمد لله يعني ارتبطنا بالناس. اشتركت في العديد من المهرجانات، منها مهرجان المسرح في القاهره ومهرجان المسرح العربي في عمان وفي دمشق وفي بغداد كذلك. كيف تشعر الان وانت تلاقيت كذلك العديد من الجوائز كافضل ممثل داخل اليمن؟ الحمد لله، الحمد لله. يعني انا يمكن ممثل، يمكن لان انا مسكت التمثيل وحبيت فن التمثيل، ولقيت يعني حظيت بجوائز، حظيت بلفتات، وحظيت بإعجاب، وحظيت بمواقع جميلة الحمد لله. يعني ما أنه في كان جهد وفي برضو مخرج ورانا يشتغل الحمد لله. يعني ماذا ترى في المستقبل أستاذ هاشم؟ المستقبل جميل دائما، مهما كان المستقبل يظل جميل في ظل الأوضاع التي يعيشها المواطن اليمني الآن وخاصة الفنانين. يعني طبعا هذه أوضاع أنا أعتقد هي تأزيم وليست أزمة، لأن هذا المواطن يعني أوضاع مفتعلة ومتعمدة. مفتعلة أوضاع المواطن هذا بحاجة إلى أن يخرج من ذاته. ما هي الأغنية؟ ما هي الحفلة الموسيقية؟ هي ترفيه على الناس، هي أن تخرج الناس من هذه الأزمات. أصبحت الناس طماط بطاط، ما فيش راتب، في راتب، استوى ما استواش، الناس مش خارجة. حتى التلفزيون أصبح شحن، برامج خبرية، برامج استوى وقع، الناس ما عندهمش المنفذ اللي يخرجهم على الأقل خمس دقائق، بعد كل خمس ساعات خمس دقائق إيش هم متنفسات. فهنا رغم أن الواقع يطالب نحن بهذا بس ما تدريش. يعني التجربة الإذاعية التمثيلية كيف وجدتها الأستاذ هاشم؟ أجمل تجربة عشتها يمكن الإذاعة، لأنه فن مش يقولوا إنه بسيط وهذا، لكن عمل أنا قدمت كثير في الإذاعة. لا، التمثيل الإذاعي قد يكون أصعب. التمثيل الإذاعي يمكن أنا بدايتي كانت في الإذاعة، وبعدين مشيت الحمد لله قدمنا أعمال جميلة، والتمثيل الإذاعي واصل للناس. لما واحد تمشي في مكان ما في الريف وتتكلم مع صاحب التاكسي، يسمعك واحد أعمى
يقول من هذا؟ الأستاذ هاشم السيد، الأستاذ اليافعي، الأستاذ قاسم عمر أعمى. التلفت تقول له أيوة يا أخي أنا مسلسل كده ويناقشك من مسلسل، فالناس مجتمعين جيدين، البلاد هذه مجتمعين جيدين خاصة الإذاعة، ففي ظروف يعني الناس، بس الإذاعة فن جميل وصعب. الآن بدأت تنقرض، أنا ما عاد فيش إذاعة، وما عاد فيش وما عاد فيش وما عاد فيش، ما بنشكيش ولا بنبكي، يزعلوا لما نشكي ونبكي. لا، من حق المواطن يشكي ويبكي، وخاصة الممثل الآن والفنان. الفنان، الفنان لأنه ضمير شعب، ضمير الشعب عندما يقدم مشكلة ويقدم مأساة، الناس تأخذ علو، فالناس بالرأس صح كلامه ونحن مديبة، فهم لأنه يقدم رسالة. فهم يزعلوا الناس، يزعل الكبار. على ذكر أن الفنان هو ضمير الشعب فعلا، الآن هناك كثير من التيار من الشباب أصبحوا يبحثون عن المردود التجاري فقط، ويقدمون أعمال درامية بعضها سيئة يعني، ولكن في المقابل أيضا هناك شباب يقدمون أعمال درامية رائعة. نصيحتك للجيل القادم من الفنانين؟ شوفي، الكم يولد الكيف، فنحن بحاجة إلى الناس تقدم. الجمهور المواطن هذا المتفرج، شوفي ذكي ذكي، شوفي واحد مسكين طالع بس يعرف انك تضحك عليه او انك تحترم رايه وعقله، فمن هنا. لكن احيانا هذا ينتهي وهذا يستمر. احيانا الكم قد ينفر المشاهدين عندما يكون كم او يطرح طرح سيء. طبعا كل من يتحمل مسؤوليه نفسه، لانه المواطن ما عاد شيء يخلط بين الاوراق. اول كنا ما نقدم مسرحيه كده عن شكسبير ولا، والناس كلها هذا شكسبير جماعة. لما نقدم قصة ناس، قصة مواطن عادي وقضية اجتماعية، الناس كلها معانا. فهذه رأي المواطن. طبعا غياب الدراما أثر على حتى لغة الكلام. أنت لاحظت الدراما المصرية، الدراما السورية سوت لغة كلام، حتى عندنا سوت لغة كلام، بدأت تلتقي بالعلاقات البشرية بين الناس. فضلاً نسمع كلمة لو سمحت، آسف، بدأت ففي رقية الآن. والعكس كمان صحيح، الدراما عندما تقدم كلمات مبتذلة وبيئية يعني أيضاً يؤثر هذا الأمر على الجمهور. طبعاً. أستاذ، هل يمكن في يوم من الأيام أن يكون هناك مهرجان مسرح عربي داخل اليمن؟ ليش لا؟ إذا قد اجتماع جامعة الدول العربية بيتم داخل الدورة القادمة في اليمن، أتمنى أن يكون بعده مهرجان للمسرح العربي في اليمن برضو، أتمنى يعني. إن شاء الله. أستاذ هاشم السيد، ماذا تأمل أنت اليوم لليمن؟ وماذا تأمل للفن والفنانين والمسرح والتلفزيون والإذاعة داخل اليمن؟ والله الأمل أن احنا نستمر، وتركيز العمل الدرامي، وتقديم مسرح. أملي أن أرى حفلة موسيقية مسرحية تعرض هنا، معرض للفن التشكيلي، معرض صور، والناس تشارك تشاهد. فبرع لما تشوفي بعض مسرحيات ممثلين كبار قالوا لنا بإحصائية أن اليمنيين أكثر ناس دخولا للمسرح. مسرحيات برع. هل هو شوق وتعطش؟ مش شوق وتعطش، يحبوا يشوفوا النجوم، وبالتالي يتعمق المسرح عندهم تلقائيا، فيجوا هنا يدوروا مسرح. فالمواطن اليمني غيور دائما. صحيح. بس الظروف العامه يعني، التخطيط، البرمجه للعمل المسرحي، لانه المسرح والفن بشكل عام سلاح. في ظل الظروف هذه يفترض ان الفنون هي اللي تشتغل. السياسه ما تنفعش. الان تسخير العمل الثقافي كيف ما امكن. بذل المال، بذل تقديم مسرحية ليس إلى هذا الناس، وإنما إخراج الناس من هذه الدائرة اللي عايشين فيها. يمكن أنا أتكلم كلام في السياسة بس، لأن أنا فنان، والفنان هو قمة السياسة، ضمير شعب، فبالتالي ما أراه يأثر فيه. وإذا ما كنتش أنا مؤثر في هذا المجتمع أروح أقول لي أحسن. هل هناك اليوم من الأعمال الدرامية التي مثلتها وتندم عليها؟ نفس عمل أنا قدمته وندمت عليه، يمكن مسرحية أو دور في المسرحية حاولت أجامل، لكن ما كانش تأثير هذا، لأنه لما مثل بظهر هاشم السيد مهما كانت الشخصية معي. هل هناك سيناريوهات تتمنى أن تعرض عليك ولم تعرض عليك بعد؟ يا ريت، ما فيش، لأن هذا النظام هلوش تعرض علينا سيناريوهات، ولكن نأمل في أن نقدم قصص يمنية لمحمد عبد الولي مثلا، للدمام، لكثير من القصص. يعني الأعمال الروائية تحول
في قصص ممكن تتحول دراما، لكن الآن الإنتاج هو العقبة الوحيدة أمام أي واحد ممكن يكتب، ممكن يقدم. ليست هناك مناشدات لمستثمرين لرجال أعمال داخل اليمن بأن يساعدوا في إعادة المسرح أو أن النهضة بالأعمال الدرامية اليمنية؟ هذه ثورة يجب أن تبدأ بها الحكومة، فأن تستدعي هذه الأقطاب في العمل الفني بشكل عام، وتستدعي من يحبون ويناضلون من أجل ظهور هذا، ويكون في عمل في فكر مشترك وطرح مشترك بين الجميع، من أجل أن تكون غيرة. اللي يبدأوا بخمسة بكرة بيكونوا عشرة، وبعد بكرة بيكونوا مئة، فبتطور العملية، بتشتغل الناس، بتشتغل معنا قصص تاريخ اليمن كبير، فيتجاوزوها الناس صحيح، ويستطيع كذلك يمثلها غيرنا زي عمل درامي زي الملكة بلقيس وغيرها من الأعمال، وإساءلها. احنا أضعنا كل شيء، فنتمنى أن لا نضيع ما تبقى من الأشياء. رسالتك الأخيرة اليوم في هذا اللقاء؟ والله أتمنى للشباب خاصة أن يجدوا فرصهم، أن يجدوا الفرصة الحقيقية في الظهور وتقديم أعمالهم، وأتمنى أن الدراما التلفزيونية في التلفزيون بالذات كانت في القنوات، معنا قنوات كثيرة، فبالتالي لو قدمت مسلسلات وأعمال درامية بتنشط هذا البلد، وأنا شخصيا أحب أتفرج مسلسلات يمنية، أحب أتفرج أعمال مسرحيات يمنية، أحب، لأنه واقعنا تاريخ، واقعنا مفعم مليان ما ظهرت. لكن للأسف الآن هناك كثير من المسرحيات الدرامية كوميدية. الكوميديا هي نوع من الهروب من طرح الواقع المرير يعني، فالناس تتكومن. عندما تصبح أغلب المسرحيات بنكهة كوميدية بعيداً عن هي الفكرة القائمة، بعيداً عن الدراما الجادة، هي الفكرة القائم إنه الكوميديا عشان تجيب فلوس، تجيب مش عارف إيش. تجاري. أيوة. بينما على المدى البعيد سيؤثر هذا على الدراما المسرحية داخل. لا، الكم أقول لك ولا كيف. الكوميديا كوميديا الموقف هي أكثر تأثير، أن لا يضحك علي الناس وإنما يضحكوا مني ويفكروا معي، هذه الكوميديا اللي نعرفها نحن. أما أن أنا بضحك من شان أضحك الناس وبعدين ينسينا منه ده أشقال، لكن لما شفت عادل إمام أشقال في فيلم في مسلسلات كده واسمي مش عارف من مش عارف، فبالتالي توجدنا لغة بين الناس، فهي فكرة أن تضحك ثم تفكر لماذا ضحكت. صحيح، أن تضحك ثم تفكر لماذا ضحكت. أستاذ هاشم السيد المخرج والممثل المسرحي، شكرا لك على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كان معنا الأستاذ هاشم السيد الممثل والمخرج المسرحي ونقيب نقابة المهن التمثيلية ومدير إدارة الثقافة في المعلة. شكرا لكم.